إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الصورة اليوم يلعب ممكن براس حربة سفيان رحيمي، اللاعب الذي أبلى بال الحسن في المباراة الذهاب أمام لاسيك ميموزا، وأنا شبرون الوافد الجديد على القناة الرجوية والقادم من فريق المغرب التطواني. أصحاب الخبرة زكريا حراف اليوم على الرواق، ومحمود بن حليب نجم الرجاء الرياضي اليوم كذلك حاضر في الجبهة الهجومية للاحتفال بصلاح الدين باي وابراهيم نياسي على مستوى وسط الميدان الدفاعي، بينما القلب الدفاع عبد الرحيم الشاكير، بدر بنون على اطراف، عمر بوطيب وعبد الجليل شبيره. هكذا والتصور بالنسبه للمدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو. بالمقابل اماني لومبيرت يعتمد على العناصر التاليه، بامبا اسم كبير على فكره في اليومين الماضيين، حلت الذكرى السنويه الاولى لرحيل الاسطوره، بينما هنا كوره فرصه جول 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 السود. 1-0 مع الكورة في الشبكة، تهتز مع مدرجات الكورفا السود، الكورفا السود زايا والرجاء زايا والأفضلية للخضرة الوطنية. هذه الإعادة تيكي تاكا وتحضير والأروع، بن حليب بلمسة الكبار، بن هو من الكبار، شوف أناس حطاله بالملي، جباله بالملي، وبن حليب بالنظرة الثاقبة معلش. الخضرة الوطنية حاضرة، الخضرة الوطنية في انتظار الانتصار. هذه الإعادة لكرة بن حليب بعد باص ولا أروع، تحضير ولا أجمل. طاوي كان متوج بثالث ألقاب دوري أبطال إفريقيا، وعدنا كذلك السفري الدولي المغربي واللي عاش تجربة الشامبيونز ليج الإفريقية مع فريق الرجاء الرياضي، بينما حدريف تمشي كرة أمامية، فرصة الثاني هو جول الشباك الإيفوارية، ومع تهتز مدرجات الكورفا السود. خطأ فادح، الرجاء ما يرحمش، الرجاء جاب مرة أخرى، هنا بلمسة من زكريا يضرب بها خط الدفاع الإيفواري. مشاهدينا الكرام، الخبرة مع الشباب، هكذا والرجاء يا سادة. شوف الغلطة الكبيرة، شوف بن حليب جابها حطها بالملي، زكريا بهدوء يقول لي بامبا معليش، الثاني ممكن، الثالث والرابع يا الرجاء. الأمور سالكة، الطريق سالكة يا الرجاء البيضاوي، الصدارة تناديكم يا الرجاء، الصدارة في الانتظار لهذه المجموعة الأولى يا الرجاء. هذا هو حدريف، نعم حدريف بالخبرة حاضر، ولكن دور كبير قام به بن حليب. مبارتك يا بن حليب، اليوم يومك يا بن حليب. بنون، وأين تموقع بنون؟ يخلي الضغط رجاوي في هذه اللحظة. جبرون عندك مساحة، جبرون جبرون جبرون، الثالث سدد، اضرب 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 اضرب، لا غير معقول غير معقول، هدف ثالث يضيع للرجاء. وهو من تموضع في منطقة الجزاء، نياسي عمل كبير قام به في الكرة الماضية، تمشي أمامية من أنس زنيتي، يلعب لبن حليب، تحرك بن حليب ممتاز، يمينا يسارا في كل مكان متواجد بن حليب، ثقل وقوة الرجاء في الخط الأمامي. بن حليب شوف لمسة الكبار، بن حليب يلعبها لرحمي، رحمي رحمي، جول جول جول، الرجاء الفراشة، الرجاء دقة دقة، الرجاء الجمال، رجاوي في مسرح دونور، ملحمة رجاوية، إبداع هنا في مسرح دونور، الراجة تعيد
الزمن الجميل، الراجة مع الجيل الحالي يعيد الزمن الجميل، الراجة الفراشة والراجة الإبداع والراجة الأهداف. 3-0 للخضراء، 3-0 لولاد الخضراء في مسابقة الكاف. رحيم حطها ومتابعة من زكريا حدراف. دورك يا زكريا، يعود زكريا، عاد إليكم من جديد زكريا. حدراف مرعبهم، حدراف المسجل، حدراف يزور الشباك الإيفوارية مرة أخرى. 3-0، أحلى السيناريو في هذه الجولة الأولى مشاهدي الكرام. لما تسجل الثالث في الوقت بدل الضائع، الراجة بنسبة كبيرة سيفوز في هذه المباراة. يتدخل لاعب طبي، ليس طبي ولكن ياو من أخرج الكرة عليها الجانبية. إذن تلعب الجانبية بسرعة، ركلة جزاء للرجاء الرياضي مشاهدينا الكرام. يتواصل الطوفان، يتواصل الطوفان الأخضر، والرابع باتي قريبا. هي ركلة جزاء، نقاش بين العناصر الرجاوية، من سينفذ ومن اصطادها؟ نتابع الإعادة. من اصطاد ركلة الجزاء ومن سينفذ؟ ومحمود بن حليم. الشباك تناديك من جديد يا بن حليم. هذه اللحظة اصطادها، جابها رحيمي، جابها رحيمي. شوف الإعادة بذكاء، يسقط في منطقة الجزاء. الله عليك يا رحيمي، هنا روح الشباب حاضرة. رحيمي جابها، وبن حليب يبحث عن الشباك الإيفواري من جديد. بن حليب يتقدم الآن، بن حليب يتقدم، بن حليب جول، بن حليب جول، بن حليب جول. الخضرة الوطنية، الرابع للكتيبة الرجاوية، والثاني الشخصي لك يا بن حليب. سجل في الجولة الأولى، ارجع مرة أخرى، نعم افتحية لك يا بن حليب، يرد على المنتقدين. سجل في لاسيك في مباراة الذهاب، ويدون الثنائية الشخصية في مباراة الإياب. معدب الإيفواريين، قاهرة الإيفواريين، لاسيك أمام بن حليب. بن حليب وجه لوجه مع الفريق الإيفواري، يسجل في الفيليكس هوفويل بوانيي، ويسجل في كأس هدف. We'll be right back.